حديثك كوي تغنان في آداب الإفطار آداب آداب تأفرك أيو كساب سيان عن سهل بن سعد وحال قوري رضي الله عنه الله كره لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي قال إنه يري لا يزال الناس ضدك كزول مهيان بخير خير كزول مهيان ما عجلوا انت ايددتشنا هيان الفطرة افرك انت ايددتشنا هيان خير كزول مهيان متفق عليه حديث كاننا وبخاري مسلم اسوافق رواية ابو هريرة قوري وابو داود هو ازوري وقصي دري لان اليهود يهود والنصارى نصارى يؤخرون ويدبدغان افرك اي دبدغان ايا ايا ماركتا كسغني الحديث كان انه احنا نقولنا يا ان افرك اللي ددجيو افرك اللي ددجيو وان دب لو دغي لكن ارنكاس شرطي سو واخا وي ان لا يقين صدو قرحد اني دعدي ان لا هبصدو ان لا هبصدو ما حال لو هبسن كرا قف كاسو انه اركا يبا قرحد اني دعدي اما قف او كو كلسون يها عادل انه او شيغو الى قرحدي وين دعدي ولذلك اذانك صلاه وفق دين لا أدمه وعادل بكر سوية هوي ولو أفرك كرا دي بأدين كيف لو نفتي معنى دعوي وح مخر وقتي مخر كأيا قري لكن قفك شرد معها إنه أذان كسي وشرد ما أدور أسو وأركع يو قرحدي اللي عدي دي أو قرحدي وريج دي قرص جدي وقري لولك قري وقرصومي بس كأفرك كرا أيضا حتى لا أدمي شرد ما لكن هو بس قاس شرديه مركا أفرك ولا ددتشيو فوائد إلى ذا وحكم ذا وفق أود دي سي أي حفظنا يسايو أنت أهرت أود دي أهرتي وباقي بأن قنيسة هذه أوضاه لا على إنه سيد ضعيف لها مركا أحفظ للقوة سيدو كله أرفع للمشقة مشقة دي اللي بكينا سيد قدقه سيجرها في عيقه في قاعد شدي أنكي وحها يي وعوي أرفق للمشقة سيدو كله أوفق للسنة سنة دي نعيها وافقت بدنه النبي ما دام صلى الله عليه وسلم أمر إلا الدتشيو سنادي ما قف وافق سدوا كله أبعد عن الغلو حد قد ومارك لو حد قد بصوم كينا ويكف وقتها أبعد عن الغلو وقف وحوي تنطع هي حد قد يقف كينه يلاده أدب أوه بسنة هي سيد يهودي ومركز في غيابه إنه فعل كودي كل عرف سيد حديثك مارك تان مارك حديثك أبي رب سؤالتي وحكى له حديث كتل ماما هي سنة داس أه إن أفرك لا دتشيو هدي اللي بدله أو مجتمع أو بدله إن يمارك تا أمضي فساد علامات بي فساد بأوتاه لأن ما بيقول عيره أمضي كذب يقولي ما يسوي خير أنت يا أفرك دتشينا يا معنى يدوع هي هدي أفرك هدي دتشيو ويان تاس واحد علامات أوتاه إن مارك تا أمضي فساد يا حمان أي قصة قردين بأوتاه حديث كان سيدو قال وحو ردنا هي قولينك لها شيعادة شيعادة وقال ايو وحوية أفرك أبي أداهيا إلهي حدقها أركان ما أفران تاسنا وحوية وتشبيه لليهود يهودي بيشبهين ومركا حديث كأوليه هي لأن اليهود والنصارى يؤخرون دي بي أدقان دي كداس أدقان وحلوش يا جاي إن أي سوبي ترين إلى حدقوا أي صوبحان أي سوبي ترين مركا حدقها إلا السجاء وحوي وسنة اليهود وهي شيء عظنا ويكون راعين مركا قفكم مسلم كلاكين السجوا على جربا قرحوا إنه نعضي إنه بصدق على جربا لا يزال الناس لا سوى نافية وهي لا يزال الناس ضدك كزول مهيان بخير خير كزول مهيان ما عجل الفطرة أنت أي أفرك أي ددتشنا هيان متفق عليه الحديث دليل على أدب من آداب الإفراء من آداب الإفطار حديثك الدليل وحوية هاي أدب كم ذا أداب كم ذا أدابت أفرك من أداب الإفطار أفرك أدابت سكم ذا وهو أدب كاسي وحوية تعجيله أفرك إلا ددتشيه والمبادرة لدقدقين به أفرك إلا لدقدقه حين حلول وقته مركي وقته سؤوي ماذا حين حلول وقته وقته سا إمان شيه سأكتئذ ومعنى التعجيل إذا كنت معنى ذو حوية أنه شأنه بمجرد غياب قرص الشمس قرح ذا وريق ذا قرسو مد ذا ومجرد أو كلية
من الأفق جهاد أي كقر صونته أي يفطر قفك أفرايا معناه قفك مسوي إلى إفتين كي ومجد النقل سوقي مايو وراح ذوب إني قرصونته أياك وفران مركا أنه بمجرد غياب قرص الشمس وراح ذا قرص جيل معناه وريجيل قرص وحلا شيء دائري جالس أوريه سمعلي ذا مركا قرص جا سيد كنيني وكلاته أقراص ولا مية كنيني على أقراص ولا مية مركا بمجرد غياب قرص الشمس وراح ذا وريجيل قرص ومديه ذا أو كلية من الأفق شهويك أي كقرصانته أي يفطرك أفرايا مركا قرصو مداس مركا وإسقلاب سنتاي قفبا وحوي ميشا وشوغا أي حساب سنتا قفكا وحلقيا بميل بورا سارني إنو سلمي دهين قفكا ملكا شوغا وسلمي دهين وقفكا بورتا سارن وحلقيا بقرح دي ولي إنو أركاي أيضو قفكا ملكا شوغا فيقرح دي كقرصانتي مركا مركا قاركود وحوي حكم كواكلا دوانان كرا هذا واحد شرّ ودمه قاركود دبقي هذا دير سيدا دبي أو كله دبقة دونك هو دير بكويانا وسديد بقول يدور كي متر ويا أنا هل كيلو متر أي وحير لمية دير الكيسو مركا علماء مركا فيريان دبقة مثلا بقولي أخرتم لقب الله يوي كسر هي دتك وإني كدم بيان لو دتك وإني كدم بيان صوبته أيه دتك أفرعي مساجدي ولا أفرعي أي ولي قرحة أمه قنيسة مركا لبض دقيقة وإني كدم بيان إلى شن دقيقة دبقة أمه دم بيان أو كلاته شن دقيقة ما لها سنو إلى بوجارة هي مركا قف هضم يشو تشوجو أي كل حرنته قف في مثلا مركي أفرك أكتي سو كلا ديار إلا كعدو وديار دي لها دو ما لحلق أقول كينو ولا أفري أسجن قرحة وأسلم وقتاوري مركا مر أفري كرو إلى قرحة لا سأقرصون ثم أفري كرو مركا قف ما يشو تشوجو كل حرنته لكن كور من قفك يقول كقوة فري أو لأدمي أو بيعبي ديار الدين إلا كعلى مركز من أركي راح دي أركي كور أسو صون كيس قفك أسي وأشراء صوبته أمركو أفره هي حكم شرعي وقوة فري يقول كتشوجي أفرك يسحبوها هذا أرين كان دمو صوب كرلي وحبك أدي بمهاي مرك لكن أنتو زن أفرن هذو يقول ككعي وإنه سكتة وراح إلى أي كخرسوم يسوب ديار الدين أنت رتالس الساعات على جاب هذا لانك قرحة ودع وآذو إنه ولي المدد سيد إرادة على جاب مركب قفل وماشى سوتشو أيك حرمته مركب وحيري وفي ذلك دد كنت أصبح قصوا خير كثير خير عظيم خير بضم قصوا ومن ذلك حكم إذا اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم هنونك هدي النبي سنة النبي قفك إنه رعاية قصوا يولى عمل بسنته نبي السنة صلى الله عليه وعمل فرع فقد كان وقعها صلوات الله وسلامه عليه يعجل مدة دتي على الإفطار أفرك ود تنشري يقول وحلي عبد الله بن أبي أوفى صحابي قال سوحي رضي الله عنه الله أكبر الله أكبر وحلي عبد الله بن أبي أوفى صحابي قال إلى عبد الله بن أبي أوفى وحلي كنا وحنا مع رسول الله رسول كله إلى ترك سيانا هنا في سفر سفر وهو أسوى صائم النبي أسوميه فلما غابت الشمس قرحت مركة دعضي أي قال النبي وحي لبعض القوم ذاتك قاهك وكويري يا فلان هبلو قم استاد فاجدح لنا نو مشاردي نو سمين فاجدح لنا جدح وحوي بهل يا أجل السويق سويق وقمدي انت ما عرفت هل الدبي عندنا الشيدي أما الله طمي مركا سجيو بضاعة عيال ستاء مركي الأفراح يبدي لغو درسنا يا بيها ساسيد شربتي وسيد مشاهدي اللي عباي مركا فجدح لنا معناها سويقي بيها نغو دروي أما مشاهدي نو نو سمين مشاهدي نو سمين فجدح لنا نو سمين مشاهدي نو سمين أي أخلط السويقة سويقة نغو در بالماء بيها نغو در سويق روحاني هو شيء سيدا شربت دي أمام بشاريد وكلاتها أو شيدا ومركا بيئتا لغو قصد سيدا اللي عباية أخلط لنا نغدر السويق سويقي مشاريد بالماء بي نغدر فقال وقر يا رسول الله لو أمسيت ما تقل بيستد هذا تقل بيستن الله ما هبين ستد معناوي هبين كما سكت قال وقر انزل فجدح لنا دق أو نو ماركتا نغدر سويق بيها نغدر
قالوا يا رسول الله لو فلو امسيت هداتها بينسن لها وكادي سيد معناها وي قالوا هي انزل دق وفجدح لنا ما عرفت انه قدر سويق بيها انه قدر قالوا هي ان عليك تشاد وحا هذا نهار مال ولو مال يا رسول الله معناها مال وي قالوا هي انزل دق فجدح لنا سويق بيها انه قدر فنزل ودق فجدح لهم به بقدر سويق قدر فشرب النبي نبي وعلي صلى الله عليه وسلم ثم قال وقيل إذا رأيتم الليلة هبينك يا داد عرفتان قد أقبل إنه سوى قابل منها هنا هل كان ومشرق ورحك صوبا أفطر الصائم وفكي صومنا وأفريوي مركب معنا وقبطنا أسنا إلا ددتشيو أن دبلو لي وقد ورد وحصو أروري أن تعجيل الإفطار أفرك ددتشين تيسو من أخلاق النبيين نبياشي أخلاق دودة إنا يكمل هاي كما قال سيدي أبو الدرداء رضي الله عنه صحيح أبو الدرداء سيدي يري ثلاث صدع من أخلاق النبوة أخلاق النبيالك أي يكمل هاي تعجيل الإفطار أفرك أولا ددتشيو وتأخير السحور سحور تأودي بالوردقو ووضع اليمين مدك تأولا ددتشيو على الشمال بدحدة لدول سارة في الصلاة صلاة وفي تعجيل الإفطار أفرك ددتشيو سوحا كسوغا تيسير على الناس فضودين ذاتك لو فضودين يو بعد كفغاشه عن صفة التنطع تكلف كصفة ديسة لقفه التنطع والتشدد يعني هي التكلف التكلف والتشدد يعني قفه إنه وحسك كان كانه أما وحي أوزياد أما التشدد وقسم يالي لذلك بعد كفغاشه عن صفة التنطع تكلف كصفة دي تكلف إن لقفه قاعده يتشدد يول قلوب حد قدبك في الدين الدين كله واحد قدبه أمله وتشدده وقد امتثل وحافرتومي هذا الأدب أدب كاس وحافرتومي أدب كاس وحافرتومي خير القرون قرونتا هو خير كبدنا صحابة رسول الله صحابة رسولك إلهي صحابة رسولك أيا فرتومي قال البخاري البخاري رحمه الله اللهم حريسته أفطر أبو سعيد الخدري أبو سعيد الخدري هو أفري حين غاب مركو قرصومي قرص الشمس قرح دوري يدو مركو قرصومي أيو أفرد وقال عمر بن ميمون الأودي رحمه الله يحيي عمر بن ميمون تابعي ياسي كان أصحاب محمد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وحي هاي أسرع الناس كو أودك دكت بدن إفطارا حق أفرك وأبطأهم كو أودهد بدن سحورا حق سحور تنقوع وطاهدة بأهاية ومن أفطر قفك أفره يظن أسقو ملينها أن الشمس قرحت قد غربت إني بعضي وهي أيضا لم تغرب أي سندعين فصوموا صوم كيس صحيح صحيح وهي لأنه أسقو معذور ومن له عذر داري ويمسك وحك أفيسنها عن الأكل عنتدي حتى تغرب إلى قرحت ودعضه أي دعضه لأنه أسقو كمن بلمده أكل عنينا سير أسقو أهل مانسان والناس قفوا وحلمان سنة والمخطئ كقف مثل قفيناه حكمهما حكم كود واحد واحد وي قال تعالى وحير ربنا لا تؤاخذنا إلهو هنوقبا إن نسينا أدان حلمانه أو أخطأنا ما أنقفنه هل كان شيء قوله شيء مثلا دي قفكو مثلا ضرور باشرتي قفكو حمل يقرح دين يدعضي مركز أفري كدي مركو أفري أيوه أقالي ورح دي وري إني سندعين أيوه أقالي قفها سوم كيسي حكم كيسي محوية هاي سيدا جمهورتا أهل العلم أي أبدايهين وحوي قف كاس وحوي إنت قرحت ويكلع عي سنة انتدقوا كأف عي سنة ماني كاس نوسوق علينا هاي ماني كاس وسوق علينا هاي عليه القضاء إنه سوق علينا هاي لأن أصل كولوها ما ننتبه إنه يشوفته مركا الأصل بقاء النهار وي مركا وسوق علينا هاي وي سيدا جمهورتا أبدايهين علماء قار كم إذا بعض أهل العلم سدى ظاهرية ذا يغير كود بوحي قبان هدي قفك وسدى سقو أفره إن صوم كيسو صح وياه صوم كيسو إنه صحيح وياه وح قبانا بقدر هدوه مركا شيخ قول كان وشيخ وقول كان أصدم بوية لكن سدى جمهور أهل العلم أبديهن مثلا كشافعي ولا وياه وإن قفك هدي وأفره سقو أم لينا يقرح لينا يدعضي كده من أي عداته إن يسمو رحدي ولي دعيف أرتى أنت وراح ذكرنا عيسى وينه أفهى يستأ وتشجيع أنتدي كده من مالك أنه سوق الله يوي
marka sidaas ayuu yiri asoo marka wuxuu yiri man aftar qofkii afura yadunna asoo malaynaya anna shamsa qad gharabat quraxdi inay dhacday wahiya lam taqrub man aysan dhicin fa sawmu sahih buu yiri marka waa qowlkaas dambe wey laannahu macduurun qofka waa macduur buu yiri ويمسك عن الأكل عن تدين وقاف هاي سنة حتى تغرب إلى قراحة بعده لأنه أسوق قف كان كمان بلم يدي أكل عن ناسيا أسوق حل ماسا وأنا صومر نقفت أسوق حل ماسا وأنا إن لجهر بين صوم كيس صحيح يعني والناسي والمخطئ قفك وحل ماسا إيه قفك الجفي وخطأ كل عي سيد كان وكلا حكمهما واحد حكم كل واسكم يدبير وإلهي بايري قال تعالى إلهي وحي ربنا لا تؤاخذنا إلهنا نوقب إن نسينا هدان هلمانا وأخطأنا أم أنقفنا إلهنا وحجري قد فعلت وانسبيت فرقق سياسة يسود ليشد وينبغي وححبون للصائم قفك صوما أن يغتنم إنه كفى إذا يستو كغني ما يستو لحظات الإفطار ساعة لها دقيقة لها أفرك إنه كفى إذا يستو وأوقات الإجابة إيو أوقات دعاء للأجيبة أوقات الإجابة إنه كفى إذا يستو سببتها وقت الأفرح يا وكمدي هاي أوقات الإجابة يكمدي فيدعو ودعيسته بما أحب وجعله من الخير خيرا فإن له حقص ناطق فكاس أفرح يا دعوة دعو دعاء مستجابة لأجيبه فقد ورد وحق سؤال عن أبي هريرة رضي الله عنه أبي هريرة وحق سؤال قال إنه يقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى القيم ثلاثة صدح لا ترد لمر الديو دعوتهم بعدد المرد يصدح الإمام العادل إمامك عادل كان يعني إمام المسلمين بالغوا ذا ملحظة المسلمين كأدو إمامك هدو عادل يهي أو مديس أو قرصه سميه بريها ومارتا وبريه لمرد يو الإمام العادل إمامك عادل كان إمام العادل فضل بضن أيولي يهي لذلك أيا حكم ذي تضبضي ليري يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله مركا الإمام العادل عدل قال السنة يا وحوي وي تضرب الثوري بالله مري مركا الإمام العادل دعا ديسا لمر الديو والصائم قفك صوما حتى يفطر إلى وكأفرة حين يفطر له مركا وأفرة حين يفطر مركا وأفرة أسند عديسا لمر الديو ودعوة المظلوم يقفك لظلمي دعا ديسا استقنا لمر الديو حتى هدو قال يا هدمنا هي marka marka la leeyahay ducada lama radinayo wa inaysan qofkii ku iimaan asbaabta ducada lagu radiyo asbaab mawaani' ijaabati ducaa wana qofku iska ilaaliya asbaab mawaani' ducaa way badan tahay waxa kamida qofku inuu dulmi ku ducaysanayo waxa uu ku ducaysanayo inay yihiin dulmi waxan banaane ku ducaysanayo waxa kamida al-i'tida' fi ducaa ducada laftii inuu xad gudub uu ku sameeynaayo oo wax aan banaane illa weydiiso سيد أنو يرادو إله النبي يقدك إله هاي الدين ما أردت هاي الدين إله قرسان ما هي المأسيه يعني يحلم مدى إله تشنده يعني ما أردت أنبياء ما يشعي كالقلان إقلي أو أنبياء درجته إقارسي ما أردت يعني وحياة بضان وقفك أن الله بحنا إنه كنت عايزته اعتداء أي كم مدى وحكم مدى إنه قفك ما أردت ويهي قف أن مطعم كيس عنتدي سيء أي عنا أيه أي سن حلال هاي أكل الحرام أكل الحرام يعني وحيالها ودرن ويا وقفوا دعاء ديسة لقول رديو لقول رديو أي كم مثال ولكن نكي نكي مسافر كان نبي وكشك يجري ذكر الرجل يطيل السفر سفر كنا واحد كم مثال قفوا مسافر كان حيالها دعاء لقول أجيبه يطيل السفر أفعش وأنين مارتا بساسا أغبر بورل يمد يديه إلى السماء قعمه لو تاكت سمد لو تاكت وحكمت أسباب الدعاء اللي أجيبه كمتا يا رب يا رب وحكود عيسانا مقعي أو ربوبية يو إله كبر يحيى مركا شان شيء أو شانتي شيء أو أسبابه أسباب إجابة الدعاء أسباب الدعاء اللي أجيبه كري أيو الليل ومع ذلك هل سببك غالب مغضي هل سببك حبتي أو مطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام يعني وحرنا هي وعبي وحرنا هي الحرام حرام والمكري مركا دعادي سلا أجيبي ما هي مركا للي مركا قفك دعادي سلا مركا الدين هي وإنه كفق هذا موانع دي
كعلنيسي وكريميسي قفك الدعاديس إلا أجيبه وإنه كفق هذا وي مدى كله وحاوي دعاء قفك مسلم كهدي ودعاك الدعايسته موانع لنا وسن لا إيمان وصدي دعادي الله بهنا وليمن وحلق يا بوحي إلهي أكبر يي إلهي أكبر يي سيدة يا هاي نساء أدعن لكن دعادي سأي تهي مستجابة لا أجيبه مركو حدع كرتا إن دب لو قلقي وقتي أغلي باته بذيه وباهي وباهي بدأ يدب لو قلقي دعي كرتا وحدع كرتا إن بلا يكالي وكسوا فور لهي لوغا حجابة دعي كرتا مركا قفك مركز تبا سيوسن إسران دعادة لما أجيبه وحيابها الدعادة لغو رندية وحكم بدا قفك الاستبطاء إنه قفك داسده ويرادو دعوت دعوت فلم يستجب لي وابري وابري وحبا لي مارتا لي جمع أجيبي وحكمتها موانع وحكمتها أيضا سوء قليسة استبطاء. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وحل قوري قال إنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاه وحيري إن للصائم قفك الصوم وحأصب نادي عند فطره أفركيس أكتيس لدعوة دعاء وما ترد على الردين أي أصناته دعاء على الردين أي ولية. قال ابن أبي مليكة ابن أبي مليكة وحيد سمعت وتابعي سمعت عبد الله ابن عمرو عبد الله بن عمرو أيام مغلي يقول أرنهي إذا أفطر مركو أفرهي اللهم إني أسألك إله وحوه ويديسا برحمتك أن حريست هذا التي نحرسته وسعت واسع نقطي كل شيء شيء كست واسع نقطي فهو هو دي سنة هي أن تغفر لي إن أيدا بدافتي ومما يستحب وحيارا للسنة وحكم ذا أن يقول إنه يلال عند فطره أفركي سأكتس إنه يلال أيضا سيد وكلام ما رواه عبد الله بن عمر حديث أورية دعاء أورية عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال وحيري كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحوها يقول مديرادة إذا أفطر مركو أفره ذهب الظمأ أنك ووتقي وابتلت العروق يعني عروق دي حديد دينا ويقوين وثبت الأجر أجر كي نووص ونادي إن شاء الله إليها دو دون فدعا سنة نوقفك مركا ثم مركا وحل ليه مركو قفك أفره كدقوية وانتبه على أنك وكبابه وشركي قويه مركا سكود عي سنة لذلك ذهب الظمأ أنك واتقي عمكت يقفك وأفره وابتلت العروق عروق دي حديد دينا ويقوين وثبت الأجر أجر كنوص واسبنا لك إن شاء الله تعالى والله أعلم. اللهم ارزقنا علما نافعا إلى علم نافع نقول أرزقه عملا متقبلا هي عمل لا أقبره ورزقا طيبا هي رزق وناكسا. اللهم أجب دعاءنا إله دعاء ذينا أجيب وحقق رجاءنا رجاء ذينا يحيانا أرجينا إله نوع حقيقي واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين صلى الله وسلم على نبينا محمد.